الحلقات 58 في تفسير جزء عامة تفسير سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاءك يا محمد نصر الله لك على قومك من قريش، وجاءك فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت قبائل العرب تدخل في الإسلام جماعات تلو جماعات، فسبح بحمد ربك واستغفره، فاعلم أنه قد دنا أجلك، فأكثر من طلب المغفرة من ربك ومن ذكره بأوصاف الكمال، سبح بحمد ربك واستغفره التي تدل على حمدك إياه، إنه سبحانه يرجع لعبده المطيع بالتوبة فيتوب عليه. طب ليه ربنا أمر بكده؟ ليتقبل الله ما فعله من جهد. طب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الاستغفار والحمد بعد نزول هذه الصورة؟ مكان نزول هذه الصورة، هل هي في مدنية نزلت قبل فتح مكة؟ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس، قال هارون: تدري آخر سورة نزلت من القرآن؟ نزلت جميعا. قلت: نعم. قال: إذا جاء نصر الله والفتح. قالت: صدقت. يبقى دي سورة مدنية، ترتيبها 110، عدد آياتها 3 آيات، عدد كلماتها 26 حرف، عدد 26 كلمة، عدد حروفها 74 حرف. كيف تكون مدنية وهي نزلت في مكة؟ لأن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى لو نزل في مكة. طب لماذا دخل الناس في دون الله أفواجا؟ روى البخاري: كانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح، وبادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي طب ما الدليل على أن دخول الناس علامة على انقضاء أجل النبي؟ كذا فسر عمر بن الخطاب وحبر الأمة بن عباس هذه الصورة، وفهم السلف لهذه الصورة. فهذه إشارة إلى انتهاء مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أثر سورة النص على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر قد تم ودوره انتهى، ولم يبق له إلا أن يسير إلى ربه، وفعلا مات بعدها ببضع 80 يوما، لأنها نزلت في حجة الوداع، أي سنتين بعد الفتح. وعن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع الأشياخ في بدر، فعمر أراد أنه يختبر علم ابن عباس قدامهم ويعلمهم منزلته، فقال: قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس أما تسأل على الصورة، قال: فتح مكة فذاك علامة أجلك. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. تاني حاجة، نفذ أمر النبي. عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. وعن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني بينفذ الصورة دي. طب ليه جعل الاستغفار خواتيم العبادات؟ فما الدليل أن الاستغفار دايما خواتيم العبادات؟ جعلها وبعد انقضاء المناسك: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، وبعد قيام الليل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وجعلوا بعد الجهاد: فسبح بحمد ربك واستغفره. طب ليه كل دوت؟ كل دوت عشان العبد بعد ما ينهي العبادة بيبقى عليه هم قبول العبادة. فالذي يمنع قبول العبادة هو الذنوب، فالإنسان بيستغفر لكي يتقبل الله منه عبادته. طيب، هل يصلي صلاة الضحى بتسليمة واحدة؟ لا، لازم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، جميع الصلوات مثنى مثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات يوم الفتح وكان بيستغفر ربنا فيهم. طيب، ما أهم الأحاديث الضعيفة في الباب: إذا جاء نصر الله والفتح،
قال بلى، قال ربع القرآن. ده ضعيف. وحديث جابر: قدمت من سفر فجاءني جابر فسلم علي فجعلت أحدثه عن افتراق الناس، فجعل جابر يبكي وقال: سمعت رسول الله يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون أفواجا. حديث ده برضو ضعيف. قل قولي هذا واستغفر الله لكم.